أحببت أن أنوه على شيء بسيط فقط، وهو كيفية قراءة سورة الإخلاص. لو فتحنا المصحف ونظرنا إلى آخر آية في سورة الإخلاص لوجدناها ولم يكن له كفوا أحد. وللأسف أن كثيرا من الناس يقرأ سورة الإخلاص وبالتخصيص آخر آية من سورة الإخلاص بطريقة خاطئة، فيقول أكثر الناس من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ ولم يكن له كفوا أحد، لا يضع الضم على الفاء. ولو فتحنا المصحف ولو فتحنا القرآن وجدنا كلمة كفوا لوجدنا أن هناك ضم على حرف الفاء. فإنك الآن تعلم الصواب، وإنك الآن قد وصلتك الحجة، والواجب عليك أن تقرأها بسورة صحيحة، وإلا ستؤثم في كل مرة تقرأها بطريقة خاطئة. الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن الجاهل الذي لا يعلم، والآن أنت تعلم، والواجب عليك أن تصحح قراءتك. وإن أردت أن تتأكد فافتح المصحف، فستجد أن هناك ضمة على حرف الفاء، فيكون الواجب قراءتها بطريقة كفوا وليس كفوا. كفوا خطأ، بل الواجب هو كفوا. هذا أولا. ثانيا، أنت الآن تعلم هذه المعلومة وتريد أن تكسب الحسنات، وتريد من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك، لما لا ترسل التنويه، أو ليس بشرط أن يكون ملاحظة صوتية، وإنما برسالة أو غيرها، أو أن تحدث أمك أو أبيك وجها لوجه وتقول لهم وتخبرهم بالطريقة الصحيحة لقراءة سورة الإخلاص. فهنا أنت تكسب أجر تعليم نفسك وأجر تعليم الآخرين. قال رسولنا الكريم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فابتغي الأجر في نفسك وفي غيرك، وافعل هذه الفعل لوجه الله سبحانه وتعالى، وصلح وأصلح طريقتك في قراءة سورة الإخلاص. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يكون هذا الأمر سبيل لنا في دخولنا إلى الجنة، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.